critics nor the ولاد أنا أخد مع بعض unit 6 وهو the school concert. The school concert اللي هو الحفلة المدرسية. تمام، تعالوا ناخد أخدنا في the school concert أخدنا ال adverbs اللي هو الحال. ال adverb اللي هو الحال دوت قلنا بيصف الإيه؟ أنا جايبة لكم في number 1 بيقول لي الحال يصف الفعل. اتفقنا إن الحال بيوصف الفعل اللي أنت قمت بيه، يعني she speaks loudly، هي بتتكلم بصوت عالي. He sings well، هو بيغني بشكل جيد. تمام، واخدنا مثلا سؤال زي السؤال عندي، زي اسال how، قلنا how هي اللي بتقول بنجاوب عليها بالحال، how هي اللي بنجاوب عليها بالحال. زي السؤال اللي انا كاتباه عندكم دوت بيقولك ايه، how did they play the football، ازاي هم لعبوا الفوتبول. they played the football well، هم لعبوا well بشكل جيد. تمام، يبقى انا عندي لما بسال بهاو بجاوب بالحال، بسال بهاو بجاوب بالحال. طيب يا ميس ازاي هعرف الحال؟ انا عندي حال منتظم وحال غير منتظم. طب ايه هو الحال المنتظم؟ الحال المنتظم ان انا مجرد بجيب الصفه واحط لها الواي، يعني زي loud بقت loudly، زي bad بقت badly، زي quick بقت quickly، زي quiet بقت quietly، وهكذا. طيب حال غير منتظم زي ايه؟ زي جود عندي بتبقى well، طب زي fast بتبقى fast، وهكذا. ده هو الحال عندي يا اولاد. طيب ده كان اليونت ده، الجرامر بتاع البراكتس بتاع اليونت ده. تعالوا ننقل مع بعض وناخد اول براكتس معانا على اليونت وهو choose the correct answer. يلا نقرا نمبر 1 مع بعض. بيقول لي علي is blowing ذا، احنا قلنا verb blow اللي هو ينفخ. طيب ايه اللي ينفع مع verb blow؟ فاولين، تشيلو، فلوت. ايه اللي ينفع هنا مع بلو؟ طيب الآلة الوحيدة اللي ينفع هي الفلوت. طيب تعالوا نقرا نمبر 2. بيقول لي I was the soloist. soloist يعني عازف منفرد. on the ايه؟ بيتزا، فاولين، فوتبول. طب ايه اللي ينفع هنا؟ انا هعزف منفرد على ايه؟ طبعا على آلة الكمان، فاولين. طيب تعالوا نقرا نمبر 3. you not move the pace. طيب عندي هنا verb infinitive، ينفع or؟ لا. ينفع دو تاني verb؟ لا، يبقى هي can. طيب number 4. please note your papers from 1 to 7. يبقى انا هقول له ايه؟ please، ده هنا imperative يعني امر مثبت، يبقى بختار الانفينيتيف مصدر الفعل. طيب what not of party did you have؟ احنا اخدنا ايه؟ ما نوع. what kind of party did you have؟ طيب نمبر 7 معانا بيقول لي this woman is talking not the mobile phone. اخدناها اسمها talk ايه؟ يتكلم في التليفون، talk on the phone. طيب نمبر 8. I can't lift the box because it's، انا مش قادر اشيل الصندوق، because it's ايه؟ اكيد عشان هو تقيل. برافو عليكم. طيب يلا بينا ناخد البراكتس اللي بعده، هو circle the odd word، نختار الكلمة المختلفة and then replace it، وبعد كده عوض بيها. طيب عندي نمبر 1 بيقول لي badly، ده حال. اوكي طيب good دي adjective صفة، slowly ده ايه؟ حال، loudly حال برضو. يبقى انا هنا هختار ايه؟ اختار good، excellent. طيب هحط ايه بدلها؟ هحط حال. انت ممكن هنا تحط حال زي well، ممكن برضو تحط اي حاجة انت عايزها تاني. طيب نمبر 2 معانا بيقول لي teacher، soloist، singer، play. طيب تعتبر ديت برضو jobs، وظائف. طيب ايه المختلف هنا يا ولاد؟ طبعا المختلف هنا play، لانه verb، play هو الوحيدة الverb. طيب ممكن احط هنا ايه مس نيفين مثلا؟ انت عندك teacher مدرس، soloist عازف منفرد، singer مغني، ممكن احط اي وظيفة انت حبيبة. انا هنا مثلا احط لكم فات لان هي كلمة سهلة متداولة وكله حافظها. طيب number 3 بيقول لي winter harp cello flute. طيب التلاتة دول آلات موسيقية، harp cello flute. المختلف الوينتر، الشتاء. برافو عليكم. حط اي آلة موسيقية انت حافظ كتابتها كويس، ده الاختيار راجع لك. انا هنا مثلا حطيت زايلوفون اللي هو الاكسليفون، زايلوفون. طيب نمبر 4 play pace eat go، كلهم هنا verbs مع ده آلة pace. طيب حطيت ايه؟ انا حطيت هنا verb زي drink. نمبر 5 عندي spring الربيع، fall الخريف، course اللي هو الكورال. طيب summer الصيف. ايه المختلف هنا؟ طبعا كورس. طيب ممكن احط ايه هنا بداله؟ ايه الفصل الباقي اللي متبقي عندنا؟ هو طبعا الوينتر، الشتاء. ودي كانت البراكتس اللي معانا النهارده، وده كان اختصار كده بسيط، يا رب تكونوا استفدتوا منه على يونت 6، واشوفكم تاني في فيديوهات كتير. باي باي.